نعم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وما زلنا متواصلين وياكم في تغطية انتخابات مجلس الأمة 2016 من الدائرة الخامسة، حيث المقر الرئيسي لهذه الدائرة. ويسعدني أن نستضيف الآن في هذا الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ أياد المطوع. حياك الله أستاذ أياد. الله يحييك، بارك فيك أخوي حسين. وبداية أستاذ أياد، يعني ودنا نبدأ معك بالقصة الدبلوماسية الاقتصادية، وكيف لعبت الدور الكبير بان الحقبة الأولى قبل اكتشاف النفط، إلى أن جعلت الكويت من الدول الاقتصادية التي يعتمد عليها في العالم. الدكتور، شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الدبلوماسية أو ما يسمى علاقات الدولة مع الدول الأخرى يجب أن تكون في خدمة مصالح الدولة نفسها. في فترة الثلاثينات، بداية الحكم أحمد الجابر، ظهر اللؤلؤ الزراعي، أسقط مهنة الغوص على اللؤلؤ الطبيعي، فما عاد لا قيمة، فكان الدخل الوحيد ومصدر الدخل الوحيد للكويت هو التجارة، فعضدوا التجارة، فكان هناك يعني تعاون شديد بين الدولة والسفن والنواخذة اللي كانوا يروحون للتجارة بالسفن. ففتحوا في مكاتب مثلا في البصرة، في منطقة لنجل هي شرق الخليج، كراتشي، دلهي، بومباي، كلكتة إلى آخره، هالمناطق هذه اللي كانوا يوصلوها أيضا على سواحل الأفريقية إلى آخره. هذه المكاتب كانت تمثل الحكومة الكويتية وتيسر أمر التاجر والسفن الكويتية لما توصل هناك. لولا كانت العلاقة طيبة بين دولة ودولة كانت تعرقلت أمور تجارة الكويت، وكان يمكن ضعفت إلى درجة كبيرة لأن مصدر من مصادرها انتهى. في هذه الفترة انتعشت تجارة الكويت انتعاش كبير، إلى أن يعني بدأ ظهور النفط الكويتي في تقريبا أول ما اكتشفوه سنة 36-37، قامت الحرب العالمية الأولى الثانية العفو، بعدها بدأ التصدير. فهذه الفترة اللي هي خلينا نقول 12-13 سنة كانت التجارة مع الدبلوماسية هما رافد أساسي لتعدية المرحلة الخطرة اللي راح فيها رافد أساسي هو اللؤلؤ. نعم. طيب الأستاذ أياد، وأنت المستشار الاقتصادي، هل ترى في الفترة الأخيرة التي نعيشها الآن مطلوبة الكويت مؤدية دور الدبلوماسية الاقتصادية على أكمل وجه؟ هل يعني تطورنا في الدبلوماسية الاقتصادية؟ كم نحتاج من الدبلوماسية الاقتصادية في هذا الوقت؟ باعتقادي الكويت قطعت يعني شوط كبير في موضوع الدبلوماسية عموما، ومن فترة أنا لاحظ أن الخارجية خذت خط منحة الدبلوماسية الاقتصادية، خصوصا مع المؤتمرات اللي صارت آخر 4-5 سنوات في الكويت، مؤتمرات عالمية. وصلنا مرحلة أن الأمم المتحدة تطلب عمل مؤتمر اقتصادي عالمي في الكويت. لولا علاقات الكويت الدبلوماسية الجيدة اللي تتيح لجميع الدول والحكومات اللي عندك برغم اختلافاتها، لأن يقبلونك أنت كأرض وكحكومة، فيلتقون على أرضك برعاية الأمم المتحدة. هذا يعني مؤشر كبير أنك أنت نجحت دبلوماسيا وأنك أنت مقبول اقتصاديا نفس الوقت بسبب هذه الدبلوماسية. الآن الدور علينا أن نستفيد منها، علينا عاد أن الآن نحشد شبابنا وقواتنا اللي هي أقصد العقليات الجيدة هذه، وأن إحنا كبلد صغير مصدر وحيد له اللي هو النفط، أن مواردنا بسيطة والحجم كمساحة بسيطة، كيف نعوض هذا الشيء بالتجارة الخارجية؟ وهذه بدأت من فترة، لكن الحين إحنا ودنا بعد صار فيها توسع أكثر. إذا نسير في الطريق السليم بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية في دولة الكويت، أريد أن أسأل سؤال كذلك أستاذ أياد. يعني نرى في الفترة الأخيرة أن هناك صراع سياسي في السابق، وبعد ذلك أصبح هناك صراع عسكري سبق الصراع السياسي. الآن هناك نوع جديد من الصراعات، وهو صراعات بالظفر في بالثروات الموجودة في العالم. نريد أن نتكلم عن دور الاقتصاديين الموجودين في المنطقة في مواجهة هؤلاء الذين يستثمرون الصراع بالثروات، لا سيما الاقتصاديين في دول الخليج وكذلك في دولة الكويت على وجه الأخص. شوف، لا شك اليوم العالم كله يعني كل أوجه الصراع اللي فيه مؤداها بالنهاية الهيمنة على موارد اقتصادية في منطقة ما. بلد فيه نفط تصارعون عليه، بلد عنده موارد مائية، بلد عنده إنتاج صناعي، أيا كان، قوة بشرية، يعني ثروة مثل الهند ما شاء الله صناعات عندها لأن عندها ثروة بشرية هائلة. فاليوم إحنا عندنا دول الخليج والكويت عندنا سلعة نبيعها نفط وتجيب لنا كاش ماني، فلوس يعيشك عيشة زينة، بس أنت
ما عندك رافد يعني إن صح التعبير يعني مؤمن تماما، يعني لو قدر الله يعني صارت معركة أو مشاكل في محيط ما تعطلت سفنك مثلا ما ودت لها، لكن أنت لكن اليوم لازم تشوف لك حلول لهذا يعني الاحتمال البعيد، لكن وارد. شو يسوون الآن المفروض؟ هذه الفلوس طبعا الكويت بنفس الوقت ودول الخليج قاطعين شوط كبير بهذا الموضوع. احنا اليوم نقول فرصيات اكبر، ان الدول الان انفتحت اكثر لاستقبال الاستثمارات في بلادها، فاكو دول عندها ثروات لم تمس لليوم خام. فرصتنا اليوم ندخل معاهم شراكات بشكل دوله مباشره او شكل شركات كويتيه من شرك يعني تجار كويتيين يدعمون بالدبلوماسيه حتى يدخلون هذه المناطق. فانت سويت لك مثلا لو اخذت شريت شراكه في منجم ذهب، في منجم فحم، في منجم كذا، في مناطق اخرى، صار عندك فحم وذهب وانت مو في بلدك، فكانك سويت لك مصادر اخرى بالاضافه الى النفط. وقيس على ذلك يعني. هل هي غائبه هذه الدبلوماسيه الاقتصاديه في 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 يعني استغلال هذه الموارد الخام الموجوده في 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 دول في 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 دول العالم، خصوصا في في الدول الافريقيه وفي دول امريكا الجنوبيه؟ هل الكويت يعني لها شوط، نقول قطعت شوط طويل في في استثمارات مثل هذه الثروات؟ في محاولات بس انا اعتبرها خجوله، ولو انها ناجحه العجيب يعني ان بعضها نجح. يعني بالستينات نجد مثلا الكويت استثمرت في صناعات اوروبيه كانت توها ناشئه، شركات عالميه اليوم هي ودر ارباح قويه. الى فتره قريبه مثلا دخلوا في شركات نفطيه عالميه شروا جزء من اسهمها، ولا اليوم ولا زال لليوم يستثمرون. الاستثمارات الكويتيه تعتبر من انجح الاستثمارات في العالم، لكنها انا اعتبر ليش اقول خجوله؟ اقول لانها هي كانت رافد مساعد وكانه مدخل احتياط، مدخول احتياط. انا اعتقد ان الاوان اليوم لا اكثفها واخليها هي نمبر 1 رقم 1 بالنسبه لي، والنفط هو الاحتياجاتي وتسويق اللي يعني اللي قاعد اسويه، ومن ثم ان انا خففت الضغط على النفط. فاعتقد اليوم الفرصه جدا مواتيه، لابد من 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 مصدر بديل للنفط. اكيد. اذا الاستاذ اياد المطوع المستشار الاقتصادي، كل الشكر والتقدير لكم على هذا اللقاء الخاطف والسريع، ونتمنى باذن الله تعالى ونرجو من الله عز وجل ان نلتقي واياكم ان شاء الله في محافل اخرى وفي اعياد اخرى وفي مناسبات اخرى. استاذ اياد المطوع شكرا جزيلا لك مره ثانيه. شكرا لك.